بمجرد أن أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك شركة بالمنوفية بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها. على الفور تم استهداف المصنع والمقرات المختلفة للشركة المشار إليها بمأموريات متزامنة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن القاهرة وأمن الجيزة ومديرية أمن المنوفية، وتمكنت من ضبط مصنع من طابقين لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ومخزن ملحق به بمدينة السادات ومكتب ومقر إداري ومركز خدمة عملاء بالقاهرة، وضبط ما يقارب 1,000,000 جنيه حصيلة بيع تلك الأجهزة ونحو 664,000 قطعة أجهزة استقبال وفك شفرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع. وتأتي تلك الضربة في إطار تفعيل الخطط الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. واستمراراً للنجاحات الأمنية في كشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها، فقد تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لعرض سيارات مسروقة ومهربة جمركياً للبيع بثمن بخس. عناصر التشكيل تقوم باصطناع لوحات معدنية للسيارات وتزوير مستندات ملكية لها ورخص تسيير للحيلولة دون ضبطها، كما يتم التلاعب بالأجزاء الجوهرية للسيارة حتى يصعب التعرف عليها. وتمكنت المديرية من ضبط كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في اصطناع اللوحات المعدنية والتلاعب ببيانات السيارة، واعترف عناصر التشكيل بنشاطهم الإجرامي في الحصول على السيارات المسروقة والمهربة جمركياً وتغيير معالمها وبياناتها باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم. وبإرشادهم تم ضبط السيارات المسروقة وإعادتها لأصحابها، وقد أشاد أصحاب السيارات بجهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر التشكيل ورد السيارات إليهم. تنزل من الشغل في المعادي لقيت العربية بتاعتي مش موجودة، فطبعاً توجهت لأقرب قسم شرطة عملت محضر وبسرعة لقيت رجالة مكافحة سرقة السيارات بيتواصلوا معايا، والحمد لله أنا جيت النهاردة يعني لقيت العربية وتعرفت عليها لقيت إن هي عربيتي، وطبعاً بشكر وزارة الداخلية.